يجمع ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي نخبة من خبراء تحليل السياسات من مختلف أنحاء العالم لقراءة المشهدين الدولي والإقليم بعمق وللتنبؤ بمسارات التحولات والقضايا المهمة في العالم. وفي هذا العام وبرغم التباعد الذي فرضته جائحة كورونا، إلا أن مركز الإمارات للسياسة حرص على تنظيم ملتقى أبوظبي الاستراتيجي في نسخته السابعة في موعده عبر عقد جلسات افتراضية تحت عنوان تفكيك الواقع المعقد النظام العالمي الجديد، حيث سيناقش الملتقى عالم ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية من حيث تأثير نتائج هذه الانتخابات في النظام الدولي وفي عودة التنافس الدولي على الشرق الأوسط. ويطرح الملتقى هذا العام أيضاً تفكيك شفرة الشرق الأوسط بعد معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، وكيف ستعيد دول الخليج العربي حساباتها الجيوسياسية بعد هذه المعاهدة، كما تحتل جائحة كورونا وتداعياتها جزءاً مهماً من نقاشات ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السابق، خصوصاً استشراف طبيعة الاقتصاد العالمي ما بعد كورونا وتأثير الجائحة في التحولات الجيوسياسية الدولية وفي الأنظمة الصحية في العالم. ملتقى أبوظبي الاستراتيجي يأتي هذا العام يحاول الإجابة عن تساؤلاتكم ومقاربة شواغلكم في هذه الفترة الحرجة التي يعيشها العالم، فأهلاً وسهلاً بكم.